مرحبا متابعي ماجد الشايع، حياكم الله في تحدي ثلاثي الشمال، مهرجان الغضاء، موسم حائل، شتاء طنطورة. ليش تحدي؟ لقيادتنا السيارة لمسافة 2400 كيلو لمدة 3 أيام، مرورا بثلاث مدن مختلفة: عنيزة، حائل، والعلا. الفعالية الأولى اللي حنغطيها حتكون في مهرجان الغضاء بعنيزة، وهي تجمع فريق ونيتات الخليج الكلاسيكي. الفعالية الثانية حتكون في موسم حائل، وذلك بدعوة من كابتن فواز الفواز. حنطلع معاهم رحلة في منتزه مشار، رحلة للهايكينج لمسافة 4 كيلو صعودا على الجبال. الفعالية الثالثة حتكون في شتاء طنطورة، حنحاول نزور إحدى الفعاليات المقامة هناك، وهي فعاليات كثيرة، ولكن في هذا التحدي حنحاول أن نغطي فعالية واحدة. هذه التغطية حتكون مقسمة على عدة أجزاء، لكل فعالية منها فيديو مختلف. نترككم الآن للاستمتاع بالجزء الأول من تغطية فريق ونيتات الخليج الكلاسيكي بمهرجان الغضاء بمدينة عنيزة. مرحبا متابعينا الكرام، اليوم معانا اخوي مساعد. جمعتنا الصدفة اننا كلنا نبغى نروح مهرجان الغضاء لفعالية السيارات الكلاسيكية، وابو سعود اليوم بيعلمنا حنا وين رايحين. حنا في مهرجان الغضاء في عنيزة، طبعا المهرجان شامل للمنطقة، لكن من ضمن الفعاليات اليوم وبكرة يوم 16 و17 جانيوري حيشاركون كلاسيك الخليج. طبعا سيارات الكلاسيك على مستوى الخليج حتشارك. العام الماضي كنت أبغى أزوره لكن ما كنت، السنة هذه إن شاء الله حنشارك معهم، مش نشارك نزورهم ونشوفهم. هالجم سوايق مع الطفطوف كانهم ورا البعد يدعونا، ناس لهم بالغرام شفوف قرب المواليف يجلونا، نبدهم جدل بطروف سقم العشاشيك بعيونا، هاني عين بلي اشوف ما لعه البعد من دونا. هالجم سوايق مع لهم بالغراب يشوف قرب الموالين يشرونا، اشرح على الطلب ورفروف لا مدريشة وحنحونا، ياخذ مع الشرق كم من طوف يمتها للشرق ميمونة، وانشاف ديلتها للمعروف ينشدها والبال وشلونا، ما ظني يبقى عليه وصوف تلعب من البيض مزيونا. هلكم سوايق مع الطوف طوف كانهم ورا البعد يدعونا، ناس لهم بالغرام يشفوف قرب المواليف يجرونا، في خده البارق الكاشوف طرق الهل المال يتلونا، ما غير صدره ضيم ردوف كانهم عن الزاد ينهونا، رسم جديد على السرجوف جعل المخاطير يكونا، يلعب بقلبي وانا مكتوف مستسلم من يالله العونا. هلتم سوايق مع الطوف طوف كانهم ورا البعد يدعونا، ناس لهم بالغرام يشفوف قرب المواليف يجرونا، ناس لهم بالغرام يشفوف قرب المواليف يجرونا. كانهم ورا البعد يدعونا، ناس لهم بالغرام يشفوف قرب المواليف يجرونا، نبدهم جدل بطروف سقم العشاشيك بعيونا، هاني عين بلي اشوف ما لعه البعد من دونا. هلكم سوايق مع الطوف طوف كانهم ورا البعد يدعونا، ناس لهم بالغرام اشرح على الطلب ورفروف لا مدريشة وحنحونا، ياخذ مع الشرق كم من طوف يمتها للشرق ميمونة، وانشاف ديلتها للمعروف ينشدها والبال وشلونا، ما ظني يبقى عليه وصوف تلعب من البيض مزيونة. هلكم
مجنونة في خده البرق الكاشوف فرق الهل المال يجنونة ما غير صدره ضيم ردوف كانهم على الزاد هنا اسم جديد على السرجوف جعل المخاطر يكون يلعب قلبي وانا مكتوب مستسلم يالله العونة عندهم سوايق مع الطفطوف كانهم ورا البعد يدعونا ناس لهم بالغرام يشفوف قرب الموالي يجرونا ناس لهم بالغرام يشفوف قرب الموالي يجرونا عندهم سوايق مع الطفطوف كانهم ورا البعد يدعونا ناس لهم بالغرام يشفوف قرب المواليف يجرونا لنبدهم جدل بطروف سقم العشاشيك بعيونا هاني عين بلي اشوف ما لعه البعد من دونا هلجم سوايك مع الطفطوف كانهم البعد. مرحبا مجددا متابعينا الكرام، انتهت زيارتنا لمدينة عنيزة مهرجان الغضا واستمتعنا مع فريق ونيتات الخليج الكلاسيكي، سمعنا الكثير من القصص. إذا حابين أن القصص والحوارات والأشياء اللي صارت مع الحضور والناس والمشاركين تنزل في فيديو مستقل، لا تنسوا تكتبون لنا في التعليقات ذلك. إذا أنتم حابين تستفيدوا من المعلومات الكثيرة والكم الهائل فيما يخص السيارات الكلاسيكية، برضو اكتبوا لنا في التعليقات عشان نسوي لها فيديو مستقل. الآن حنطلع على حايل إن شاء الله أن نلحق نصور أي شيء، لأنه ما حيمدينا على فريق الهايكينج، فحمر حايل مرور الكرام. إذا قدرنا نصور شيء من الفعاليات المقامة في موسم حايل كان بها، ما قدرنا نلتقي صباحا إن شاء الله في العلا. دمتم في رعاية الله وشكرا لمتابعتكم، ولا تنسوا الاشتراك ومشاركة الفيديو لمحبين هذه الفعالية، ولا تنسوا دعواتكم لنا. بالتوفيق.